بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا مش لابس التيشيرت ده علشان خاطر تقول لي انت بتطبل لرياض محرز وطالع عايز تلم بيو والكلام ده. لا يا صديقي، انا اساسا مشجع لمانشستر سيتي، فطبيعي ان انا اطبل لرياض اللعيب بتاعي ومصعدني نهائي اول مره في تاريخ اصعد نهائي دوري ابطال اوروبا بهدفين بتاع رياض محرز غير الهدف اللي هو جابه المباراه اللي فاتت. صديقي مش محتاج ان انا اطبل له، الراجل عامل لي كل حاجه تخليه يخلص المنهج بالنسبه لي كلاعب مهم جدا وكلاعب يستحق بالون دور في افريقيا غصب عن التخين، مع احترامي لاي حد طبعا. بس الفكره بالنسبه لي ان رياض محرز لعيب حاسم، لعيب قوي جدا في خط هجوم السيتي، لعيب من ساعه ما تكيف على ادوار البيب جوارديولا عايزها منه خلاص الموضوع كان واضح ان رياض اول ما عرف الطريقه خلاص هو انطلق لوحده. انت قلت له هنلعب النهارده 4-4-2، عايزك تعمل من عبد ديالو جزامه، خده رايح جاي على الخط جوه الملعب، اعمل فيه اللي انت عايزه، هجماتك المرتده انت اللي بتطلع وبتسيب تحتيك كايل ووكر علشان خاطر كايل ووكر يعمل واجباته الدفاعيه. الناحيه الثانيه الكسندر زولتشينكو كانت بدايه موفقه جدا 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 بيه، اساسي، الراجل عمل مباراه عظيمه جدا، الراجل قد يكون نجم مباراه تاني بعد رياض محرز، الراجل عمل مباراه تحس ان يا جماعه ده زريتشينكو بتاعنا يا جماعه، الواد فجاه بقى مقاتل، الواد فجاه استوحى روح الفايكنج، بسم الله ما شاء الله يا جماعه زريتشينكو اتحول النهارده، واختيارك لفرناندينيو النهارده كان عبقري. فرناندينيو لعيب بيعرف يلعب تحت ضغط عالي من لعيبه باريس سان جيرمان، بيعرف كويس قوي ان هو في الحاله الدفاعيه يكون موجود عن رودري، فاختيارك النهارده للتشكيل كان موفق جدا جدا جدا. ناس كتير كانت بتتكلم على لا بيب جوارديولا بيقلب في التشكيل، لا بيب بيعمل بلا بلا بلا، انما اول ما شفت تشكيله باريس سان جيرمان امبابي مش جاهز، بجد والله بجد امبابي مش جاهز، ده كده زي الفل خالص، احنا كده هنعمل كل حاجه في الملعب ما نخافش منها الا الكره الثابته. ليه؟ لان الكره الثابته عادي، الكره الثابته ممكن نلبسها وانا عادي، ده في الدوري كل كره ثابته بتحط ايدك على قلبك اساسا. فالمره دي بقى في ماركينوس، وماركينوس واحد من اهم لاعيبه باريس سان جيرمان، اللي ما يكون لعيب او تاني اهم لاعيب بالنسبه لباريس سان جيرمان كفاعليه في الماتشات الكبيره. وروح شوف نسخه دوري ابطال السنه اللي فاتت، هتلاقي ثلاث ارباعها ماركينوس هو بيخلصها من كور ثابته. فده معناه ايه؟ انك سيبك من الحشكله بتاع ديماريا والحشكله بتاع فيراتي وكمان الحشكله بتاع نيمار وايكاردي كده كده مش جاهز، ما تخافش غير من الكور الثابته، وده فعلا الواحد كان عامل حسابه. فده معناه ايه؟ انك هتنزل مرعوب من الكور الثابته فقط، لعب مباشر ما تخافش منه، قال لا بس من الكور الثابته. الملعب بسم الله ما شاء الله كان تلك، لو ده واضح ان كل حاجه بقى واقفه في سكتنا وبتقول لنا اسعاد يا جماعه نهائي بوتشيتينو بسم الله ما شاء الله انحس مننا في الماتشات دي، كويس والله. اتفرج على المباراه فعلا باريس سان جيرمان ما عندوش اي خطوره، السيتي 4-4-2 كويس جدا، 4-4-2 السيتي بيلعب اجلي فوتبول، بيلعب على الهجمات المرتده، اللي هو ازاي بيب جوارديولا بيلعب مرتدات؟ ده احنا وصلنا لمرحله التوب ليفل خالص، بوتشيتينو واقف على الخط، مش ده بيب جوارديولا اللي انا عارفه، في حاجه اتغيرت يا جماعه. لحد ما بنلاقي ان اندرسون مراش بيشوف فيل فودن واقف لوحده وبيلعبها له وبيقول له خد يا فيل اتفضل اجري بقى براحتك وانطلق، وفعلا فيل فودن بيقدر ان هو يبصيها لكيفن دي بروين تحته، دي بروين بيشوط بتخبط في كيمبيمبي وتروح لرياض محرز علشان خاطر يقول لها جيت للشخص الصح، الشخص اللي حطك في المرمى بكل هدوء، مش مهم التعليق، المهم ان احنا نحرق دمهم، حطونا جواب برد عشان خاطر ما نفرحش بالتعليق بتاع حفيظ الدراجي او عصام الشوالي. تخيل انت الشوالي لو كان موجود النهارده، الشيخ محرز، الشيخ محرز كان حرق دمهم، بس هم حطونا جواد بدا، ومع ذلك جبنا الهدف الاول. بعد الهدف الاول لقيت باريس سان جيرمان ما كانتش موجوده جوه الملعب، فكنا عايزين نخلص الشوط الاول 1-0 ونخش غرف الملابس 1-0. كده كده باريس سان جيرمان ما عندوش حد على الدكه اساسا، هو كله كور ثابته وما تخافش غير منها. ساعتها في ماركينوس برده جاب كره في العارضه علشان خاطر برده اتقلق من الكره الثابته. دخلنا الشوط الثاني، الشوط الثاني كان واضح ان احنا عايزين مرتدات بس، سيبهم يمسكوا الكوره زي الشوط الاول، واحنا عندنا رياض ناحيه اليمين بيجري وعندنا كمان ناحيه الثانيه في الفودن، والاثنين بيعرفوا يعدوا واحد على واحد كويس جدا، وكمان عندنا كيفن دي بروين بياخد الكوره ويجري بيها ويستنى اللي جايين من تحت سواء رياض او فيل او كمان الزيادات اللي بيعملها معاه برناردو سيلفا، بما انه على الورق بيلعب مهاجم ثاني معاه، وكمان الزيادات اللي بيعملها كاي جندوجان، وده كان شكل مميز جدا لمانشستر سيتي، عارف يدافع كويس، بتقطع الكوره وتقف على الكوره بتحاول انت تجيب الهدف الثاني علشان خاطر خلص الجيم. فالجيم كله كان واقف على ان سيتي يجيب الهدف الثاني وباريس سان جيرمان هينهار تماما، وده فعلا اللي حصل برضه عن طريق فيل فودن. فيل فودن بيجي ناحيه الشمال بيلعب كروس ولا اروع ولا اجمل لرياض محرز علشان خاطر يقول لك سهرناكم معانا يا جماعه، معلش معلش بقى كل مشجعين باريس سان جيرمان الجدد وكل الناس بتاع بي ان سبورت، معلش يا جماعه سياحكم سيكون طرب علشان خاطر نجيب الهدف الثاني ونقعد بقى نتفرج على جيم مصارعه حلو كده ما بين لعيبه باريس سان جيرمان ولعيبه مانشستر سيتي ولعيبه السيتي، اللي فجاه برود الارض كله بقى موجود عندنا في الفريق، اللي هو سبحان الله يا اخي العيال بتاع باريس سان جيرمان هيتجننوا وعمالين يضربوا في لعيبه السيتي، ومع ذلك لعيبه السيتي بيروحوا لهم واحد على واحد عشان خاطر نعدي منهم، اللي هو ايه الخلاسه والبرود اللي انتوا فيها ده رجاله. وقتها كنت بتمنى ان ربنا يكرم بيب جوارديولا ويطلع كيفن دي بروين ويطلع رياض محرز، لان كيفن دي بروين اساسا واقف على شعره لو حد لمسه هيتعور، ورياض
كان غلط بصراحه. رياض حرفيا كان عبده دياله خلاص يعني جاب اخره. انت كسبان 2-0 وكل كره بتروح بتبقى عايز تلم، وهو ماركو فراتي اللي هو انت عايز ايه مننا اكتر من انت جبت جونين يا باشا، انت ما تبطل يا عم اللي انت بتعمله ده فينا يا عم. والراجل بسم الله ما شاء الله برده بارد وبرده رايح مكمل. هعدي من كنتوا الاثنين يا ولاد اللذينه، لازم احرق دمكم كلكم يا ولاد اللذينه عشان خاطر محرز. تلاقي ان هو راجل المباراه الاول، ومباراه اول ايه ده الراجل في دول اربعه والراجل قائد الفريق للنهائي، يعني الراجل عمل كل حاجه في الكوره صديقي. وبرده لو قلت له انا بطبل يا اسطى بطبل له لعيب فرقتي يوم، لو ما طبلتش لي فرقتي طبل لمين سعادتك؟ الحمد لله خلصنا على خير، والمباراه انتهت بعد طبعا الطرد بتاع انخيل دي ماريا والطرد اللي كان يستحقه ماركو فيراتي لولا الحكم قال لك احنا محتاجين روح القانون علشان خاطر كنت عايز اديهم ضربه جزاء في اول 5 دقائق، بس للاسف الفار قال لي ان الكره جايه في كتف زيرتشينكو. حبيت يا جماعه ان انا اخدمكم، يعني تخيل محللين بي ام بيتكلموا على باريس سان جيرمان وبيتكلموا على بوب جوارديولا الظالم اللي ما بيلعبش الاسطوره رحيم ستيرلينج، اللي هو حرفيا كان اسوء لحظه ليا في المباراه لحظه نزول الاسطوره رحيم ستيرلينج. رحيم ستيرلينج راح بكوره رايح انفراد مفترض يجيب الثالث، لا رايحين بقى كعبش وواقف وبسم الله ما شاء الله. تحس ان شاف كده ان في نار واقفه هناك ناحيه كيلور نافاس، مش هروح انا لحد هناك لو على اساس ان هو لو راح كان هيجيبها. الحمد لله رب العالمين. وفي الاخر حطوا لنا جواد بدا وبرده حطيناهم على عينيهم. رد فعلكم ايه دلوقتي بعد ما اعطيناكم على عينيكم في كل حاجه كنتوا فاهمين ان انتوا هتكسبوا فيها؟ حتى الملعب ما كانش متاح ان انتوا تقدروا تعملوا فيه شوط اول كويس. حتى كده امبابي اهم لعيب عندكم اتعور قبل المباراه يا راجل، ده انتوا اساسا نحس والاموال القطريه اللي نحس النادي يا باشا، والله ده فلوسهم فيه حاجه غلط يا باشا. الحمد لله احنا فلوسنا حلال السنه دي، وان شاء الله باذن الله نهائي دوري الابطال سيكون لنا عشان خاطر نخلص الموسم اللي كان سيء ده ويبقى موسم تاريخي. لو انت كملت لحد هنا فانت والله راجل محترم جدا جدا، وانت اعتقد من مشجعين مانشستر سيتي كودت او من محبين رياض محرز، في الحالتين اهلا وسهلا بيك يا صديقي نورت، وكفايه انك وصلت معانا لحد هنا. معلش ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للفيديو حبك، غير كده اشتم براحتك لو ما عجبكش قول ان انا بطبل. واقول لك برده انا مشجع لمانشستر سيتي، ولو دخلت حبست عندي هنا في القناه هتلاقي ان انا مشجع للسيتي، فطبيعي ان انا اطبل لفرقتي.